الحمد لله.
لا إله إلا الله.
الله لا اله الا 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 الله لا اله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم قوم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاثقال فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء اوصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه ان جاءهم مرسلون ان ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تنذرون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم ما كنا إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة ابن يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر ما تغني عني شفاعتهم شيئا وما ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا ساحة واحدة بيننا وهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما نتلى قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كعرجون قديم. الشمس والقمر تبقى القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخسرون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أن يرجعون. نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصاب الجنة اليوم في شهور فاجرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعلمه نكسه في الخلق أفلا يهتدون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا الأرض مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها الأرض منها ركوبهم ومنها يأكلون. ولو فيها منافع وشرب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض القادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا ودت الأرض ودا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا. فكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور
عليك كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكور وفاكهة كثيرة لا مقادر ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل محروم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معروف ثم إنكم أن يضلون المكذبون آكلون من شرب من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نصرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نقدم أمثالكم ونرشاكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون ما نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شيئا أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقصد بمواقع النجوم وإنه لقسم الله تعالى مولى عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الخرقون وأنتم إليه تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين فرقوا ريحان جنة نعيم أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم يقين إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه يوم للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا ويتكون تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سأل خزنتها ولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نقل ما كنا في أصحاب السعير فاعتلقوا بذنبهم فصوروا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة رجل كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا
النشور فيما نكبره من رزقك وإليه النشور. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم العاصفة فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين كفروا فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات والتبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يدعوكم إن أنزق رزقه بل نجوا في عتم ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي خلقكم فكفرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند إنما أنا نذير مبين. فلما نصر فتنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنطلق به القرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرب هو حصر خواتم ويستسمع ما هو بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لقة ونفس بعينة كل العلوم الحفظة. ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به القرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرمائم وحصر خواتم ويستسمع ما هو بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لقة ونفس بعدد كل معلوم لقضى. ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به القرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرمائم وحصر خواتم ويستسقى ماؤه بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرمائم وحصر خواتم ويستسقى ماؤه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرمائم وحصر خواتم ويستسقى ماؤه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرمائم وحصر خواتم ويستسقى ماؤه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل نظر إلا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرمائم وحصر خواتم ويستسقى ماؤه بوجهه الكريم وعلى وصبه في كل لمحة ونفس بعدد كل نظر إلا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا